Le son du reportage, à Krim. بأربع كؤوس وأربع بطولات في ظرف 20 عاما من الزمن. الشباب في النهائي أحياء بالوزداد كلها تزينت بالأحمر والأبيض ألوان الفريق الذي لم يفرح أنصاره منذ 17 عاما، تاريخ آخر تتويج للشباب منذ سنة 1978. شباب اليوم طاقم فني ولاعبون يدركون هذا ويأخذونه بعين الاعتبار في نهائي هذا العام. كل موندي كونسيون، كل اللاعبين، كل كما نقولوا كل بريزيدون، كل ديريجون، الناس كامل راهي واعيه بلي دوبي 78 الشباب ما خدا ني البطوله ني الكاس، وهاد العام كانت عندنا محسب فرصه، ونظن ما نقدرش نخلوهاش تجوز الفرصه ان شاء الله. كاين بزاف، ما كانش بزاف الناس اللي لحقوا النهائي، وحنا ماذا بينا ان شاء الله نفرحوا والجمهور تاعنا يفرح، ويعني والجمهور يعني بصفه عامه كامل الجمهور الرياضي يفرح ان شاء الله. في بلوزداد يقولون ان كاس هذا العام ستكون كاس الشباب الخامسه في سجل الفريق، وبالتالي فهي فرصه لاعاده المجد الضائع ومحو اثار الهزيمه في اخر نهائي لعبه الشباب عام 88 ضد الجار اتحاد العاصمه. اربع لاعبين من الذين شاركوا في ذلك النهائي الاخير وخسروه يتذكرون جيدا خيبة أملهم وأنصارهم آنذاك. دحماني وخوجة، بوجلطي ونقازي لا يريدون أن يتكرر ما حدث منذ سبع سنوات أمام اتحاد العاصمة. نور الدين النقازي، جمال بوجلطي، لاعبان شارك في نهائي سنة 88 خسروه أمام اتحاد العاصمة، هذا النهائي هذه المرة عنده طابع خاص بالنسبة لكم بصفة خاصة. حقيقة عنده طبع خاص لنا حنايا، بعد ما اللي طحنا ديجا اون فينال وخسرنا الكأس تاعنا، خسرنا روحنا فري دير، معولين ان شاء الله نديروا كل بوسعنا باش نفوزوا بهذه المقابلة ان شاء الله. سيرتو حنا رانا ماشي كيما لي جون هادو، حنا رانا اون فان كارير، ماذا بينا نكملوها ان شاء الله بهذا الكأس ان شاء الله. كما قال زميلي نقازي، خسرنا في 97 في الفينال مع اليوسما، وهذه مع مدية، ماشي بنحضر مدية باللي لعبوا الفينال، وان شاء الله تكون لينا هذه شباب بيكو. ومن اجل ان ينهي بوجلطي ونقازي مشوارهما بلقب ثمين يعيدون به مجد الشباب الضائع ويمسح فترة 17 سنة بدون تتويج، بوجلطي ونقازي يعيدان الانصار بان الكاس ستزور بالوزداد في أمسية الخامسة جويلية. نظن شفتوهم في الدمي فينال مع حيدرة، وكانوا يستناو في المقابلة هذه، وإن شاء الله نهدروا من كأس هذا الجزائر. منو؟ إن شاء الله باش يعرف الشعب تاع بالوزداد اللي واش نديروا كاع إن شاء الله هون فينال ليهم هما ولينا إحنا إن شاء الله، ونجيبوا الكأس ليهم إن شاء الله. أنصار شباب بالوزداد أعدادهم كم هي غفيرة، وخيبة أملهم كم كانت كبيرة على مدى 17 عاما، رغم أنهم كانوا دائما في الموعد وفي المستوى بتشجيعاتهم. أنصار الشباب متعطشون للألقاب والأفراح، وثقتهم في تتويج جديد جعلتهم يقيمون الأعراس قبل الأوان في شوارع بالوزداد. ليبقى على اللاعبين فقط أن يكونوا في مستوى طموحات أنصارهم. من زبين ما فرحش الجمهور، وهاد العام ان شاء الله نفرحوها بالبزاف ان شاء الله. وتفرح نفسك انت ثاني ان شاء الله. من وقت وفين صح. انصار بالوزداد اليوم غالبيتهم شباب لم يشهدوا افراح وتتويجات الفريق في الستينات والسبعينات، لاعبو اليوم لم يسبق لهم وان توجوا بالكاس قدامى وجدد، واذا كان هذا النهائي بالنسبه لبوجلطي ونقازي هو نهائي ثأري ونهائي نهاية المشوار، فإنه بالنسبة لشدبة والهداف علي موسى هو نهائي إثراء الرصيد ودخول التاريخ في منافسات كأس الجمهورية. علي موسى هداف شباب بالوزداد، هل راح يكون هداف شباب في نهائي كأس الجمهورية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وش حاب نقول لك؟ إن شاء الله إن شاء الله نفوزوا بالكأس المهم إن شاء الله. ما يهمش باسكو عم ماركي ولا تمام، سي با ان شاء الله نفوزوا بالكاس. هذا النهائي لعلي موسى شخصيا كلاعب عنده حاجه خاصه النهائي هذا بالنسبه لك؟ عنده حاجه خاصه، سي نورمال باسكو
بور لا بريمير فوا راح نلعب كاس نهائي. ان شاء الله نعملوا مجهود كبير ان شاء الله بزملاء مع الزملاء تاعنا وتفرحوا الجمهور تاعكم. الجمهور ان شاء الله. شذبه من بين احسن لاعبين تاع شباب بلوزداد هذا العام، يا هل ترى راح يكون نهايه الموسم بالنسبه لك مليحه بالفوز بكاس الجمهوريه؟ ان شاء الله صافي بليزير لينا وكان دوك في الجزائر، هذه حاجه اللي بقات لنا باش نكملوا الموسم مليح. شامبيون ما تكلاسيناش مليح، ان شاء الله نكملوها بلاك ان شاء الله. شباب بلوزداد منافسه هذه المره في النهائي لا يسمى اتحاد العاصمه او رايد القبه كما كان في السابق، وانما اسمه اولمبي المديه من القسم الثاني، يلعب وهو النهائي له في التاريخ. ميزته الاساسيه انه يضم في هجومه كبران وجحمون، لاعبان لعب في صفوف الشباب، ولكن باشا وجاوت لا يحسبان لهما حسابا خاصا رغم انهما القوى الضاربه في فريق المديه. هل الحميد باشا واجاود خذوا بين الاعتبار الثنائي جحمون وكبران؟ ماشي غير جحمون وكبران، يعني انا يعني النظره على الفريق واللاعبين ديالهم ماهوش غير جحمون وكبران، كاين كامل يعني الفريق عندهم يعني عندهم يعني الجانب الايجابي وعندهم الجانب السلبي، وحنا هذو يعني ندرسوهم وان شاء الله نكونوا في الموعد ان شاء الله. وبغض النظر عن كبران وجحمون والمدية ككل، فإن شباب بلوزداد بأنصاره وتاريخه وألقابه سيكون على موعد سادس نهائي له في التاريخ وربما خامس كاس يمحو بها 17 عاما بدون تجويد، فهل سيكون له ذلك؟